السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اطلعنا على ما نشره الإمامي لوليد إيميل وكيف كان وكيف أصبح، وشاهدنا مزور الإيميلات وهو يتهم الشيعة إنهم يطعنون في شخصه وعرضه، وهو البريء الفقير المؤمن الخالص لله، نسي كيف يطعن في المواليات والمتشيعات. وطبعا أغلب المتابعين الشيعة رفضوا الصور التي نشرها الإمامي بالدليل مهما كانت، رغم أن الإمامي لم يطعن بعرضه ولا بكلمة، ليس كما فعلوا بالصور التي نسبوها إلى ذو الفقار المغربي وليد إسماعيل أو ما يعرف بمزور الإيميلات، الذي طالما ضج صوته بالوعيد والتهديد لكل المتشيعين وخصوصا أبناء جلدته من مصر، لأنهم فقط تشيعوا لأهل البيت عليهم السلام، وهدد بفضحهم ولا نعلم أي فضيحة يقصد. وإن كان يقصد التشيع بالفضيحة فهذا عليه وليس له، لأنه لولا كذبهم وتزويرهم لما تشيع الناس. مزور الإيميلات لم تنتهي فضائحه إلى هنا، تعاضد الوهابية ومن ضمنهم وليد مزور الإيميلات على نشر صور نسبوها لذو الفقار المغربي وعنونوها بالفضيحة المدوية لذو الفقار، بنشر صور له ولكريمته وأطفاله، وشبهوه ووصفوه بأوصاف نترفع عن ذكرها، مع العلم هذا الذي أتوا بصورته ليس ذو الفقار ولا دليل لهم على ذلك. وبالرغم من ذلك نراهم كيف يتبدحون بصور عادية لرجل مع عائلته يمارس حياته الطبيعية الخاصة هو وعائلته، ولا نعلم ما الفضيحة في ذلك، على غرار فضيحة مزور الإيميلات وشيخ الحمامات الذي فعل ما فعل، فصنعوا قصة وهالة إعلامية على صور طبيعية لشخص لا أحد يعرف هويته سواهم، وتبجحوا بذلك وكأنهم جاءوا بشيء يذكر أو ردا على أدلته. ورغم ذلك لم نرى من الشبل الحيدري ذو الفقار يطعن في عرض أحدهم، ورأينا احترامه حتى مع أم عمر آل عوضة وكيف وقرها بأخلاقه. فعاد الزمن ودار، وإذا بأحمد للإمامي ينشر صور وليد مزور الإيميلات وهو يستهدف حالته المادية، كيف كان وكيف أصبح وكيف حصل على كل هذه الأموال. استشهد الإمامي بصور لمزور الإيميلات وما كان عليه والمكان الذي يعيش فيه، وهو مكان بسيط مقارنة بمكانه الحالي، فكان يعمل في التصليح ويتعامل مع الطيور بيعا وشراء، ويقلي الفاصولياء بقدر على الجمر، ومن قبل بائعا للبطيخ، ثم فجأة وإذ هو بشيخ يملك ما يملك ولديه ما لديه في طرفة عين، من أين بكل هذه الأموال؟ هذا المزور دائما يستهدف الشيعة بأنهم يأخذون الأموال والخمس من شيعة العراق وإيران ويبنون بها قصورا، ومثال ذلك المتشيع عيد ورداني، ففضحه أحمد الإمامي واستخدم عليه نفس السلاح الذي كان يستخدمه المزور ضد المتشيعين، ولكن لا لشيء إلا لفضح هؤلاء الذين يكيلون التهم للمتشيعين، وهذه التهم هم أولى أن يلبسوها. لذا هذا المزور أذاقه أحمد الإمامي من الكأس نفسها، حتى سارع مزور الإيميلات بنشر صوره ومشاركتها مع أتباعه على أنها ليست فضيحة وإنها صور عائلية ولا شيء فيها يدعو للخجل. ولأنه يريد استحمار عقول خطيعه فهو بلا شك يعلم علم اليقين أن المستهدف ليس عائلته، بل هو لبيان حاله أمام أتباعه وكيف أنه مجرد موظف لقاء مال معين ليمارس مهنة التدليس والتزوير ومحاربة المتشيعين. فكيف كان وعلى ماذا أصبح؟
بقدرة قادر، فهل مثل هذا يلقب بشيخ وفضائحه في كل مكان؟ طبعا لينتقم لنفسه بعدما نشر الإمامي صورا تخصه. وليد إيميل يفضح نفسه في البداية متفاخرا بصوره، وفيما بعد ينكر لهذا السنة كانوا مع مزور الإيميلات في محنته وانتكاسته. فعندما ينشر الإمامي تصبح عزة وعلو، وعندما ينشر رامي سراب تصبح فضيحة. صور نسبت إلى ذو الفقار تعتبر فضيحة، وصور مزور الإيميلات تعتبر فخرة. وهذا ما فعله رامي سراب مع ذو الفقار المغربي. ومن خلال كلام ونشر مزور الإيميلات وليد بطيخ أن الصور مهما كانت مفبركة ومزورة فما زادت من الشبل الحيدري ذو الفقار إلا رفعة، وهو كذلك، وما زادتهم إلا فضيحة وانحطاطا. وبالرغم من ذلك مزور الإيميلات لا يرى عيبا في صوره، ويرى العيب في صور الآخرين. نعم، فهؤلاء لفاقون أفاكون من لا شيء يجعلون شيء، فقط لستر فضيحتهم لبهتان عدوهم، ليوهموا قطيعهم أن صورا عادية تعتبر فضيحة. فلماذا يتفاخرون في صورهم الخاصة مع عوائلهم، مع أن صور عدوهم مع العائلة تعتبر فضيحة؟ بعد فضيحة الإيميلات والتي يجب أن يعير منها بسبب أطفاله خشية أن يتشيعوا، الذي زور صورا ونسبها لذو الفقار عدوانا وانتقاما، فتوقع منه كل شيء، رغم أن ذو الفقار لم يطعن بعرض أحد والإمامي كذلك. ولكن ماذا رأينا من النواصب سوى الطعن والسب والشتم وكل ما لا يقبله وليد الآن؟ وكما قال قطيعه: فكل ما نشرتموه عن ذو الفقار زادنا حبا له